أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. The sacred month, الشهر الحرام, is for the sacred month, بالشهر الحرام. And for the prohibited things, الحاجات المحرمة الممنوعة, there is القصاص. في القصاص, القصاص اللي هو the law of equality. قانون الايه؟ equality يعني المساواة, يعني العين بالعين والسن بالسن. من العين بالعين والسن بالسن. Then whoever, بعد كده من اعتدى, transgresses the prohibition against you, من اعتدى عليكم, you transgress likewise against them, فاعتدوا بالمثل عليه ضد. And fear Allah, واتقوا الله. And know that Allah, واعلموا أن الله is with المتقين, مع المتقين, إنه هم the pious. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. The sacred month is for the sacred month, and for the prohibited things there is a law of equality, قصاص. Then whoever transgresses the prohibition against you, you transgress likewise against them. And fear Allah, and know that Allah is with المتقون, المتقين, the pious. جعلنا الله وإياكم من المتقين. May Allah make us all of those who are the pious. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.